كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. والله الا مفاجاه اول مره كنشوفها. اي لاف يو لميا الزايدي، كنحبها بزاف، كنبغيها بزاف، وفنانه واعره في المستوى، والله الا واعره بالله. المهرجان تبارك الله عليه وناس ميسور زوينين، وكنشكر الطاقم التقني ولميا الزايدي، برافو عليها. مرحبا بك دائما على كاف 24. ربي يخليك يا خويا، انا فيما مشيت كنلقاك. لا لا يخطيكم وصافي. ميرسي بوكو كاف 24، لانه البلاصه اللي ما كنتوقعكمش تكونوا فيها كتكونوا فيها. لم يعذرنا اليوم على الحضور ديالك، الحضور المفاجئ في مهرجان ميسو. هو فعلا بحال اللي قلتي، هو كانت مفاجاه ديال المهرجان هو الحضور ديالي، لان ما كانش داخل في بروغرام، وانا لبيت الدعوه بحكم بانني هذه المنطقه ما كان عمري ما جيت لها وما تنعرفهاش، فحبيت نكون قريبه من الببليك ديالها. والحمد لله تفاجات بلا رياكسيون ديال الناس، التجاوب ديالهم الكبير، وفرحانه بزاف لهذه المشاركه هذه. Merci.